يوم الأربعاء طلعنا لايف وغطينا لكم بالتفاصيل الدقيقة والمملة مؤتمر أبل لايف، لكن الحين الآيفون 7 اللي أعلنوه صار لايف إنك تطلبه مسبقاً عن طريق apple.co.uk اللي هو الموقع البريطاني لأبل. تدرون كم سعره يطلع بالكويتي مع أن أنا ما اخترت كل المواصفات، اخترت اللي بالنص، طلع 328 دينار، فأنا أقول نطلب بالكويت أحسن. بعد ما خلصنا تغطية مؤتمر أبل بلشنا بتغطية سوني. أعلنوا عن شيئين مهمين واللي هما بلاي ستيشن 4 سلم راح تنزل نهاية هذا الأسبوع، وبلاي ستيشن 4 برو وهذا المهمة راح تنزل في 10/11/2016. الجهاز راح يكون أقوى وراح يشغل 4K، لكن السؤال هل يستاهل إنك تشتريه بما أن سعره 399 دولار؟ هذا السؤال بعرف إجابته منكم. عطلة وعيد معناته هذا أفضل وقت إنك تروح تشوف فيه أفلام بالسينما، وعندي لكم فيلمين من وجهة نظري شخصية أهم اللي لازم ما تفوتهم هذا الموسم. الفيلم الأول سولفنا عنه من قبل اسمه سالي من بطولة توم هانكس، أما الفيلم الثاني فاسمه كوبو أنيميشن، خيالي، أنصحكم ما تطوفونه. هذا هو إعلانه.